خلال أواخر حكم الخلافة العباسية، أخذت قوة الخلفاء في التداعي السياسي وضعف نفوذهم العسكري، ونشأت دول مستقلة، وانتشرت الفتن الداخلية حتى جاء أحد القادة الفاتحين. فارس سلطان ومحارب عظيم، لقب بيمين الدولة وأمين الدين، ناصر الحق، فاتح الهند، إنه سيد الأمراء، السلطان محمود الغزنوي في مشهد فتوح الهند. هو أبو القاسم محمود ابن سبكتكين الغزنوي، ولد في مدينة غزنة، فنشأ وتربى تربية القادة الأبطال، واشترك منذ حداثته في الحروب والفتوح. ولد محمود الغزنوي في غزنة، وتربى تربية عسكرية، ونشأ بين القادة والأمراء مع أبيه وأخيه، وخاض الحروب منذ صغره. كيف أثرت هذه النشأة في شخصية القائد الفارس؟ السلطان محمود الغزنوي الذي ولد في مملكة أو في ولاية غزنة أفغانستان الحالية سنة 1971، يعد واحد من أهم فوارس الإسلام الذين تربوا في بيت قام على الجهاد في سبيل الله. حمل أباه رسالة وهي نشر الإسلام في بلاد الهند، لذلك جاءت نشأة محمود الغزنوي في هذا البيت الذي تربى فيه في كنف أبيه سبكتكين، والي الوالي العباسي إذا جاز التعبير على ولاية غزنة. استمرت بطولاته وفتوحاته منذ أن كان في سن 20 من عمره، وكان على دراية بهذه البلاد. كان على دراية، هو ابن هذه البيئة، يعني بخلاف المقاتل العربي الذي يأتي من بغداد أو يأتي من شبه الجزيرة العربية، هو ابن هذه البيئة ويعرفها جيدا، وبدأ يواصل قتاله في هذه المدن مرة تلو المرة، وفي كل مرة كان يحقق نصرا. اهتم الخلفاء الراشدون بفتح بلاد الهند، فبعثوا السرايا والحملات على أطراف هذه البلاد، غير أن الفتح المنظم بدأ في عصر الخلافة الأموية. منذ الخلافة الراشدة وحتى محمود الغزنوي كانت هناك محاولات كبيرة لفتح هذه البلاد ونشر الإسلام بها. نعم، بدأت من أيام سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب كان يريد أن يفتح هذه البلاد وأن يكون للإسلام فيها كلمة بالموعظة وبالدعوة إلى الله عز وجل، ثم تولد بعد ذلك طموح الخلفاء الراشدين والدولة الأموية. حاول الحجاج أبو يوسف الثقفي أن يوطد قدم الدولة الإسلامية في الهند. بنجد أن في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان بيعود الفضل لوليه الحجاج بن يوسف الثقفي محمد بن القاسم، في رسالة ابن القاسم إلى على رأس جيش إلى بلاد الهند، ومن هنا بتبتدي أكبر حركة فتوحات إسلامية سجلها التاريخ في عهد الوليد بن عبد الملك بن مروان. الحركة الأكبر والأعظم هي كانت في عهد السلطان محمود الغزنوي. ما بين هاتين الحركتين الكبيرتين في الفتوحات الإسلامية لنشر الإسلام كانت هناك حروب صغيرة، مناوشات بين الدويلات بين الممالك إلى آخره، لكن تغير القيادات في الدولة الإسلامية بموت الوليد بن عبد الملك أوقف الفتوحات إلى هنا، أوقفت هذه الفتوحات إلى أن جاء محمود الغزنوي بما له من خبرة عسكرية وبما له بدراية بالمحيط المكاني في هذه الأماكن وكيفية القتال ودربة عسكرية قوية، وبما جهزه من جيش قوي وأخذه بالصرامة وبالشدة، استطاع بكل هذه المؤهلات مع ما له من خلفية إسلامية أسسها عنده العلماء تربية وتقييما وتأهيلا، استطاع أن يدخل هذه البلاد وأن يفتحها. فكانت رايته هي وصلت رايته إلى مكان لم تصل إليه راية خلفاء المسلمين من قبل. ولذلك السلطان محمود الغزنوي ما كان له أنه يتمكن من الحكم لولا أنه قضى نهائيا على شوكة السمانيين وعلى شوكة البوهيين في المنطقة، لينفرد السلطان محمود الغزنوي بتأسيس واحدة من أعظم ممالك الإسلام في بلاد الهند، وعرف وهي التي عرفت باسم الدولة الغزنوية نسبة إلى مدينة غزنة. وعشان نقرب الصورة للسادة المشاهدين، يعني نقول أنها انطلقت من منطقة أفغانستان الحالية.
بعد أن استقرت الأحوال للسلطان محمود الغزنوي واستتب له الحكم وأقرته الخلافة العباسية على ما تحت يديه من بلاد، تطلع إلى بسط سيطرته على بلاد الهند لنشر الإسلام بين أهلها. بعد أن استقر الحكم والدولة لمحمود الغزنوي بدأ يفكر في الفتوح ونشر الإسلام في بلاد الهند، وبدأ من مملكة البنجاب وخاض فتوحات كبيرة. كيف جاءت فتوحاته في بلاد الهند؟ الحقيقة السلطان محمود الغزنوي بيعتبر واحد من أهم الحكام اللي قاموا في بلاد الهند وحكموا باسم الخليفة العباسي. وصل بفتوحاته في بلاد الهند إلى مناطق وأماكن لم يصل إليها الإسلام من قبل. ده صحيح، يعني في عام 1000 ميلادية وهو كان لازال شابا قاد جيشا كبيرا قوامه يزيد على 10,000 مقاتل. خرج محمود الغزنوي قاصدا ولاية البنجاب الهندية والتقى بملك البنجاب في عام 1000 في ذلك الوقت، واستطاع أنه يهزمه هزيمة شنيعة بل وأسره أيضا. يمكن هذا النصر كان حافزا له لأنه يقبل على حدث عسكري أكبر بكثير جدا، وإن جاء متأخرا بعد يعني 25 عاما من هذه المعركة الأولى. بيقرر السلطان محمود الغزنوي ان هو يهجم على مملكة سومنات، وهي واحدة من اكبر ممالك الهند الهندوسية، وكان فيها صنم كبير صنم كبير للإله سومنات. نشر الإسلام بها، وهو كان كل همه في هذه الفتوحات ان ينشر الإسلام في هذه البقاع، حتى انه لما ظفر بالصنم الذي يعبدونه ويقربون له الهدايا وما إلى ذلك، ساوموه على أن يترك الصنم في مقابل فدية عظيمة يقدمونها له، لكنه بحكم خلفيته الدينية وبحكم تكوينه الثقافي بين يدي العلماء أبى إلا أن يخدم هذه الأصنام حتى يستطيع أن ينشر دين التوحيد. يعتبر فتح خراسان من أهم الفتوحات التي خاضها محمود لكي يؤمن هذا الجانب، فيتفرغ إلى فتوحاته بالهند، وفي مقدمة هذه الفتوحات فتح مملكة البنجاب التي كان ملكها جيبال، فانهزم فيها هذا الأخير وتم أسره هو وأسرته. قام بفتح بلاد كثيرة في شبه الجزيرة الهندية، وأيضا وصلت راية الإسلام إلى أماكن لم يصل إليها أي قائد من قبل. هو كان متفردا في هذا المجال، وكان من سماته أنه كلما وصلت رايته إلى بقعة من البقاع بنى فيها مسجدا وأسس فيها مدرسة وترك فيها من يعلم أبناء هذه البلدة أو هذه الإمارة أمور الإسلام، بحيث أنه يمشي في أمور الفتح على مسارين: المسار العسكري ثم المسار التعليمي التفقيهي الدعوي المتعلق بالدين الإسلامي، فيضمن بذلك استمرارية العطاء في هذه الأماكن وفي شبه القارة الهندية. حدث ازدهار كبير في البلاد الإسلامية في هذا الوقت، سواء في التجارة وأيضا العمران وغير ذلك. اختلاط الأجناس البشرية والتفاعل الحضاري بين المسلمين والحضارة التي كانت موجودة في الهند من المعمار والنقوش وما إلى ذلك وما كان فيها من خيرات أدى إلى ازدهار كل ألوان الجوانب الحضارية في المجتمع، فازدهرت العلوم والفنون وازدهرت النقوش والرسوم على القصور وما إلى ذلك، ازدهر كذلك الآداب والفنون، ازدهر الطب وازدهرت الصيدلة، وكان علماء كثيرين يحيطون بمحمود الغزنوي في هذا التوقيت. كانت لهم ثمراتهم الطيبة في التأريخ لهذه المرحلة وفي التأريخ للمسلمين في هذه الأماكن الجديدة التي لم يدخلوها من قبل. وانتشر الإسلام على إثر هذه الموقعة في بلاد الهند. لا نستطيع أن نقول أن محمود الغزنوي نشر الإسلام في كل أرجاء شبه الجزيرة الهندية، ولكن على الأقل قضى حياته مكافحا مجاهدا في سبيل الله لنشر راية الإسلام في أكبر رقعة أو منطقة جغرافية ممكنة حتى قد نحن. خلده التاريخ من الفاتحين المجاهدين،
خاصة في بلاد الهند. خاصة في بلاد الهند، لأنه كانت محاولات الخلفاء قبل ذلك مجرد محاولات، لكن الفاتح الفعلي، الفاتح الحقيقي الذي استقر على يديه الإسلام في هذه الأماكن أو في شبه القارة الهندية تحديدا هو الفاتح محمود الغزني. ظل السلطان محمود في جهاده الدائم ببلاد الهند لنشر رسالة الإسلام بأكثر من 17 مواجهة وموقعة، ليخلده التاريخ الإسلامي من الفاتحين المجاهدين.